السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في مع الفيديو الثالث في الباثولوجي، وهنكمل فيه الأحداث اللي حصلت في الأكيوت انفلاميشن. المرة اللي فاتت اتكلمنا على في الفاسكولار تشينجز، على إزاي هي إيه هي التغيرات اللي حصلت في الفاسكولار كاليبر والبلاد فلو. النهاردة بقى هنتكلم على موضوع البيرميابيليتي. اتمنى تكونوا فهمتوا المقدمه بتاع الفيديو اللي فات، وان شاء الله تبقى فيديو النهارده يبقى مفيد لكم باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. في الفيديو الثاني او الجزء الثاني بتاع الاكيوت انفلاميشن، احنا راجع معاكم بسرعه كده. بس اللي احنا قلنا المره اللي فاتت، احنا قلنا ان لو في اريتنت داخل في الجسم هيطلع سموم زي ما انتم شايفين كده، ماشي، هتعمل ترانزيانت فازو كونستريكشن نتيجه تأثير السموم على جدار الفيسل. بعد كده بيحصل فازو دايلاتيشن، قلنا عشان في خلية اسمها الماسل بتطلع هيستامين كده، وبرده نتيجة برده اكشن للايه، للتوكسين نفسه على جدار الفيسل. وبعد كده بيحصل حاجة اسمها انكريز فاسكولار بيرميابيليتي. يعني الفاسكولار اكشن اللي حصل دلوقتي ان في تشينج في الدايمتر نفسه بتاع البلاد فيسل، في الكاليبر نفسه، فازو ترانزيت فازو كونتراكشن، بعد كده حصل فازو ايه دايليتيشن. وطبعا لما حصل فازو دايليتيشن سريان الدم هنا بقى قليل وكميه الدم زادت. بعد كده بقى النهارده نتكلم على الانكريز بيرميابيليتي، يعني ايه النفاذيه نفسها بتاع البلاد فيسل زادت. زادت ليه بقى؟ بص معايا كده، اسمها انكريز فاسكولار بيرميابيليتي. بيقول لك والله بص، لو احنا نبص على جدار الفيسل عامل ازاي، هو في عندنا خلايا اسمها اندوثيريوم موجوده هنا اهي، دي موجوده داخل البلاد ايه فيسل بالمنظر ده، مبطنه البلاد فيسل نفسه. قال لك في التغيرات اللي بتحصل هنا او اللي بيخلي النفاذيه نفسها بتزيد بتاع البلاد فيسل ده، او البيرميبيليتي نفسها بتزيد. بص معايا هنا المنظر ده قبل ما يحصل انفلاميشن هنا بقى، او قبل ما الايرتنت يدخل في الجسم هنا بعد ما دخل، فايه اللي حصل؟ قال لي والله البلاد الاندوثيليال سيلز نفسها حصل لها كونتراكشن، انقبضت ماشي، وريتراكشن بعدت عن بعضها. بص عامله ازاي، بقت الفيسل مكببه كده بالمنظر ده كده، وفي فواصل بينها ايه بعيده اهي، فالخرام نفسها او البورز نفسها اللي موجوده هنا وسعت، حصل ايه دايليتيشن في البورز نفسها او الثقوب نفسها اللي موجوده جوه الايه، في جدار البلاد فيسل نفسه. ليه؟ طب لما البورز توسع قال لك هيخرج سوائل اكتر، ماشي، وفي حاجات تانية كان في مثلا خلايا هتخرج والبلازما بروتينز هتخرج بكميات كبيره، يبقى البروتينات دي جزيئاتها كبيره، فلما البورز توسع بتعدي جزيئات بتاعت مين، بتاعت البلازما بروتينز دي. فدلوقتي لما البورز وسعت بقى في بروتينات هتطلع وسوائل هتطلع، وفي كمان اللي هي الايه الخلايا كمان، انهي خلايا بقى لو تفتكروا السريعه قوي اللي كان اسمها البوليمورف نيوكلير ايه ليوكوزايتس، ماشي. بقى مهمه بقى الماست سيل اللي موجوده بره، مش مهمه جدا ماشي، ما هي اللي طلعت الهستامين ده. الهستامين ده راح عمل ايه، عمل فاز دولاتيشن ماشي، وعمل وخلى الخلايا دي تعمل يحصل لها الكونتراكشن احنا شايفينه ده، برضه هو بيعمل هو بيعمل كده برضه، اللي هو الايه الهستامين ده ماشي. ولما حصل الكونتراكشن والريتراكشن كمان ده، يعني في كونتراكشن وريتراكشن، انكشف او كمشت كده، البورز نفسها وسعت وبدأ يخرج الايه المكونات بتاعت الدم، تطلع لفين، تطلع لبره. وفي برضه حالات بتبقى عنيفه جدا، بيقول كان بيحصل ساعات دامج للايه للاندوثيليوم نفسه يتكسر، بس ده في الحالات السيفير قوي بقى، هنا بقى بتلاقي ايه الفيسل نفسه بيت ايه بيتدمر، بس ده في الحالات اللي بتبقى ايه العنيفه جدا، هي الديستراكشن في البلاد فيسل. قال لك الديستراكشن ده ممكن من التوكسين نفسه، يعني السموم نفسها اللي خرجت دي ممكن تكسر الايه الاندوثيليوم او البطانه دي، او ممكن من اليوكوسايت نفسها او خلايا الدم البيضاء وهي خارجه ماشي، بتطلع مواد كده ايه كيميكال فاكتورز معينه بتدمر الايه اثناء الحرب نفسها. طبعا بقى انت عارفين كله ضرب في ضرب بقى ماشي تمام. فمن ضمن المواد الكيماويه دي اللي طلعت دي اللي بتدمر الايريتنت، ممكن تدمر كمان الايه الاندوثيريوم معاها. دي كلها حاجات بتزود الايه البيرميابيليتي بتاع الفيسل. يبقى انا عايز اعرف ايه الميكانيزم اوف انكريز بيرميابيليتي. يبقى في اندوثيليال كونتراكشن وريتراكشن ماشي، و اندوثيليال انجري ممكن يحصل برضه في الحالات اللي هي السيفير، اللي هو دامج للايه، او اندوثيليال دامج. الدامج ده ممكن نتيجه التوكسن او نتيجه الليوكوسايتس. طب حاجه كمان ايه اللي هيزود البيرميابيليتي،
ماشي. قال لك دلوقتي كمية الدم في الأول كانت كمية بسيطة هنا، فالضغط كان واطي جوه هنا. اسم الضغط اللي جوه البلاد فيسل اللي اسمه هيدروستاتيك بريشر. طب لما كمية الدم زادت حصل انكريز فين؟ ها انكريز هيدروستاتيك بريشر، الضغط عالي. طالما الضغط يعلى السوائل هتزيد، يبقى البلوبريتي برضو ايه، يبقى كمية السوائل اللي خرجت اكتر منين؟ اكتر من الايه، من الاول. دي برضو حاجة ماشي. يعني انت لو انت عندك كيس مثلا فيه شوية ميه صغيرين كده تمام، وفيه خرمين كده صغننين كده، فتلاقي عمال ينقط ينقط ينقط. طب لو الكيس ده بقى كبير قوي مليته بميه على الاخر، هتلاقي الخرام دي عاملة زي النافورة، عمال بتطلع كميات ايه، كميات كبيرة جدا من ايه، من الميه ماشي. نفس الفكرة برضو، الفيسل لما كان صغير كان كمية دم قليلة، ضغط بسيط، لما الفيسل وسع بقى زي البالونة كده، اتملى بالايه، بالدم، البورز وسعت اتمطت على الاخر، وبقت عماله بتطلع ايه، كميات كبيره جدا من ايه، من السوائل، مش سوائل وبس، وفي كمان خلايا ايه، خلايا خرجت معاه. ده بالنسبه للايه، للخروج. طب بتاعت الايه، بتاع الاول هي الفاسكولار تشينج اللي حصلت في الاكيوت ايه، انفلاميشن. طيب السوائل اللي خرجت دي كلها اسمها ايه بقى، اسمها انفلاماتوري فلويد اكسوديت، اسمها كده، اسمها انفلاماتوري فلويد اكسوديت، او اسمها الانفلاماتوري اديما. طب سبحان الله، ليه السوائل دي بتخرج بكميات كبيره كده ماشي؟ يعني دلوقتي انا عايز افهم برضو دلوقتي، ايه اللي خلى كميه ميه او سوائل كده خرج كميه كبيره للايه، في اثناء الاكوت انفلاميشن؟ يعني الواحد لما بيجي له التهاب ولا بتاع ايده ورمت كده وبتاع، زي ما نشوف دلوقتي ايه العلامات الرئيسيه للايه، للاكوت انفلاميشن. اول حاجه عشان اخف السموم، يعني دلوقتي في توكسين موجود هنا كويس، عمال يطلع بكميات ومركز جدا في المنطقه دي، لما اطلع كميه ميه كتيره كده من جوه هنا اخف السم ده كويس، التوكسين ده يقل شويه، دايليوشن اوف نيوتراليزيشن اوف ايه، اوف توكسينز ماشي. طبعا خلينا في الاول دايليوشن، بتخف الايه، السموم كويس. حاجه تانية، دلوقتي من ضمن البروتينات اللي خرجت، ما في مش في جوه بلازما بروتين، في بلازما بروتين اللي خرجت كويس، في حاجة اسمها فايبرينوجين، ده من ضمن البروتينات بتاعت البلازما، بيتحول لما بيطلع بره، بيتحول لحاجة اسمها الفايبرين. الفايبرين ده بيعمل شبكة كده اسمها فايبر نتورك، موجودة هنا كده. يعني الفايبرينوجين بيتحول لإيه؟ الفايبر لما بيطلع بره هنا كده، يعمل إيه؟ يحوط بالإيه؟ بالتوكسين ده كده ماشي. يبقى طب أنا عايز أعرف إيه لازمة الفايبرين نتورك اللي اتكونت دي؟ يعني دلوقتي الفايبرينوجين اللي طلع من جوه عمل حاجه اسمها فايبر نتورك حوالين الاريا بتاعت ده. قال لك الفايبر نتورك دي عملت لوكاليزيشن للانفكشن، حوطت الايه، عامل زي الشبكه كده حوالين مين، الاريتنت، والمنطقه بتاع الانفلاميشن عملت لوكاليزيشن للانفكشن بحيث ما يزيدش ويطلع بره بعيد عن المنطقه دي، وياخد نطاق اوسع من كده. حاجه تانيه، اللي في خلايا دم هتخرج دلوقتي من هنا من جوه هنا كده ماشي، الخلايا دي محتاجه ايه، محتاجه طريق تمشي عليه ماشي، فبتمشي على الفايبر نتورك دي، بيقول لك بيعمل جايد للايه، للبوليمورف، عشان توصل لحد فين، لحد الاريتنت وتلتهمه. يعني عامل زي بيبنوا طريق كده، بتمشي عليه مين، قال لك بتمشي عليه الوايت بلاد سيلز عشان توصل لحد الايه، الاريتنت اللي موجود ده ماشي. ادي برضو ايه، هدف تاني من الايه، من وظائف الانفلاماتوري فلويد اكسوديت. يبقى الانفلاماتوري فلويد اكسوديت الميه اللي خرجت كتير دي بتعمل دايليوشن للتوكسين، بتخف السموم. من ضمن الحاجات اللي خرجت في من ضمن السوائل دي، ان في بروتينات خرجت زي الفايبرينوجين ده، اللي اتحول لايه، قلنا لفايبرين، هيعمل شبكه من الفايبرين حوالين الايريتنت، اللي بتعمل ايه الشبكه بتاع الفايبرين دي، لوكالايز الانفكشن، بتخلي الانفكشن محدود في مكان معين، وبتعمل جايد طريق لمين، للخلايا اللي هي الايه، عربيات النجد، عشان تمشي عليها توصل لحد الايه، لحد الايريتنت. ادي حاجه. ايه كمان قال لك، السوائل دي بيبقى فيها حاجه اسمها انتي توكسين ماشي، هو مش الايريتنت طلع توكسين، من ضمن السوائل اللي خرجت فيه انتي توكسين، بيعمل نيوتراليزيشن، بيعادل الايه، السموم الموجوده دي. طيب ايه كمان ماشي، في حاجه اسمها انتي بوديز، الاجسام مضاده، بحيث ايه، لو في اي انتجين او اجسام بروتينات غريبه دخلت في الجسم برضو بت ايه، بتعادلها وت ايه، وتخلص منها وتخلص الجسم من تاثيرها. ده بالنسبه للايه، للانفلاماتوري فلويد
اكسوديت. طيب بعد المنظر، طب دلوقتي احنا طبعا ما اتكلمناش على الايه، على الاحداث اللي خاصه بالخلايا، طبعا نتكلم بقى على الوايت بلاد سيلز ازاي خرجت والميكانيزم بتاعها بتخرج ازاي. انا دلوقتي كل كلامي دلوقتي على الايه، على السوائل او الفاسكولار ايفنتس او الفاسكولار تشينج اللي حصلت دي. نتيجه الفاسكولار تشينج ديت هتلاقي فيه حاجات مهمه جدا. ايه هي؟ بيقول لك الكاردينال ساينز اوف اكيوت انفلاميشن. يعني بيقول لك ايه دلوقتي في مكان الانفلاميشن ده او الالتهاب الحاد ده، في علامات رئيسيه بتحصل ماشي، او بنشوفها بعينينا. ايه هي؟ بتلاقي المنطقه الملتهبه لونها احمر وسخنه وورمه وبتوجع وما بتعرفش تحركها. واحد عنده خراج في ايده ماشي، ايده بتبقى محمر ومنطقه الخراج دي بتبقى سخنه كده وورمه سويلنج وبتوجع بين وفي لوس اوف فانكشن. طب تعال نشوف كده ريدنس او اسمها روبر ماشي كلام لاتيني، هوتنس او كالور، سويلنج او تيومر مش الورم اللي هو بتاع الورم الخبيث والكلام ده، لا بين او دولور، لوس اوف فانكشن فانكتيو ليزع، طبعا برضو لاتيني برضو لوس اوف فانكشن يعني. طب ليه ريدنس؟ قولوا انتوا بقى يعني دلوقتي تتوقع كده ليه المنطقة اللي فيها اكيوت التهاب حاد لونها احمر؟ قال لي عشان الفازو دايلاتيشن، فازو دايلاتيشن، لما البلاد فيسل وسع بقى الدم كتر فادى لونه احمر ماشي. ليه هوتنس؟ عشان انكريز البلاد فلو، كمية الدم زادت، الدم سخن اصلا ماشي، دي حرارته عالية فيسخن المنطقة دي. ليه سويلنج؟ يا عم الحاج بقول لك دلوقتي عندك بلاد فيسل وعندك اريتنت وفي سوائل كتيرة خرجت هنا وخلايا عشان الانفلاماتوري اوكسيديت اللي خرجت دي كلها، سواء سوائل او خلايا. ليه بين؟ ماشي، قال لك عشان في عندنا حاجة اسمها الكيميكال ميدياتورز. من يعني ايه الكيميكال ميدياتور؟ قال لك المواد الكيميائية اللي بتطلع اثناء عملية الانفلاميشن دي ماشي. من ضمن المواد الكيماويه دي في حاجه اسمها كاينين وبروستاجلاندنز، زي ما نتكلم ان شاء الله في الفيديو بتاع الكيميكال ميدياتورز دي، بتنبه مستقبلات البين الموجوده او النيرف اندنجز الموجوده دي في المنطقه دي، وبتعمل الايه الالم ده. طب هو ربنا بيعذبنا مثلا، يبقى ده اللي بيعملوا حاجه اسمها الكاينين والبروستاجلاندنز، طبعا ليهم مصادر هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو الكيميكال ميدياتورز. loss of function قال لك نتيجة البين، يعني لو واحد دراعه بيوجعه هيحركه ازاي او ايده بتوجعه هيحركها ازاي، فيحصل loss of function. قال لك طب ده ليه هدف؟ اه ليه هدف. ايه هو؟ بيقول لك بيخلي الانفليمد اورجان ده او بيحط الجزء اللي هو ملتهب ده في حالة ريست، put the inflamed part into ايه؟ into rest. فده بالنسبة يبقى loss of function نتيجة الايه؟ البين. يبقى تاني الريدنس نتيجة الفازوديليتيشن، الهوتنس كمية الدم زادت فسخن، سويلنج ده عشان الانفلامات الاكسيريت التجمع اللي حصل ده، الالم نتيجه في كيميكال ميديتورز جايه موجوده اسمها كاينين وبروستاجلاندز، هي دي اللي بتاثر على الايه، على مستقبلات البين الموجوده هنا. سبحان الله ده انذار يا جماعه والله، يعني كل جسمنا فيه المنظر ده. يعني اولا عشان تلحقه ما تموتش، يعني مثلا في واحد مثلا عنده قرحه في المعده، عنده حاجه مش خراج، عنده لو ما حاسس بالالم، او مثلا عنده حاجه في قفاه مثلا هيشوفها ازاي دي؟ ما بتوجعش، مش هيحس بيها عمره، وهتفضل تكبر تكبر وتعمل مضاعفات وبلاوي زرقاء وهو مش حاسس بحاجه. فالبين ده يعتبر يعني هي حاجه انذار لينا ماشي. ونتيجه البين بيحصل لوس اوف فانكشن، طبعا بيخلي الانفليمد بارت ده في ايه، في حاله ريست تامه، وبرضه بيخلينا برضه ان احنا نقدر ايه ننجز ونقدر نعالج الايه الجزء المصاب ده. ده بالنسبه اسمها العلامات الرئيسيه لعمليه الايه اكيوت انفلاميشن، او كاردينال رئيسي ساينز اوف اكيوت انفلاميشن. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على السيلر ايفنتس، الاحداث بتاع الخلايا، هنتكلم بقى عن حاجه اسمها ازاي الخلايا تو مارجينيشن والاميجريشن، والحاجه اسمها كيموتاكسيس دي مهمه جدا طبعا هنتكلم عنها ان شاء الله، ونتقابل في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم.